رمضان عودة أمة إقرا لكم مواضيع جديدة دعوة في سبيل الله حكم دينية واجتماعية مقاطع سمعية بصرية يومية جنود الخفاء لا يريدون من هذا لا جزاء ولا شكورا بل يجتهدون ويبحثون عن كل ما يرضي الله في هذا الشهر الكريم محاضرات كل يوم جمعة باللغة العربية وكل يوم أحد باللغة الفرنسية يلقيها المهندس المغربي عبد المجيد بن المليح المختص في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة من بين هذه المحاضرات الطمأنينة والسكينة الشكر عند الابتلاء التفاؤل وحسن الظن بالله قوة الفيروس ضعف الإنسان اتحاد أمة تضامن شعب سخاء وعطاء أمة اقرأ تواصل لا سيبقى مستمرا بفضل الله ثم بكم.